استاذ امير نبيل الناقد الرياضي. مساء الخير استاذ امير. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. مبسوطين في حاله كده من الارتياح لوجود العميد. المباراه كانت وكانها عرس مصري بالرغم من البطوله صغيره، يعني بطوله مش كبيره، وان شاء الله يكون بعد كده لها اسم وسمعه عالميه اكبر واكثر. عايزه اخد راي حضرتك في المباراه وما حدث منها امبارح ودلاله هذه المباراه. يمكن زي ما حضرتك ذكرت في البدايه ان كان في حاله متابعه يعني مكثفه من الجماهير المصريه وحرص على مشاهده مباراه المنتخب، يمكن ده بكل اسف كنا مفتقدينه في فترات كثيره سابقه، مش لاي سبب غير لان حاله الشغف اللي كانت موجوده بالمنتخب قلت شويه يعني يمكن بعد الاخفاقات اللي حصلت. بالظبط، ما حققش انجازات تذكر في السنوات اللي فاتت، ورغم وصوله ل نهائي اكثر من نسخه في السنوات اللي فاتت، ولكن يبقى الانجاز غائب باستثناء طبعا يمكن كاس العالم، واللي يمكن يعني باسم وتاريخ الكره المصريه المفروض ما نعتبروش انجاز، لان المفروض ده طبيعي التاهل للمونديال. يمكن ده حقبه جديده اعتقد كابتن حسن حسن وهو الوطني اللي اجماع كبير ورغبه في انه يحصل على فرصته. شفنا بالامس كيف كان اداء منتخب مصر في مواجهه منتخب الهند اللي كان منظم الحقيقه، منتخب قوي. يمكن المواجهات اللي ما بتبقاش سهله زي ما البعض متصور، لان هي مدرسه تدريبيه او مدرسه كرويه مختلفه تماما عن المعتاد لمنتخب مصر ان هو يقابلها. او في اغلب الاحوال المونديال بالنسبه لمنتخب مصر منتخبات افريقيه، وكثير من المدربين السابقين كانوا بيلجاوا ليه وديات سهله نسبيا، لكن كان قرار جريء الحقيقه بالمشاركه فيها او استضافه كمان الدوره دي في العاصمه الاداريه. يمكن مظهر جميل شفناه في افتتاح الدوره امس، وحتى مباراه ايضا مصر بالعاصمه الاداريه الجديده والفخامه والعراقه وشيء كان مبهر حقيقي. يعني صحيح صحيح، يعني بيعكس برضو قدرات مصر على استضافه الاحداث الكبرى، حتى ولو كانت بطوله وديه ذات صبغه رسميه، ولكن في النهايه قدرنا ان احنا نخرج الشكل بصوره جميله جدا. لدينا العديد من الاشادات من مدربي وبعثات المنتخبات المشاركه، يمكن مش جديده على مصر هذه الاستضافه، تكمل بالاداء والفوز ايضا للمنتخب المصري على منتخب نيوزيلندا. ما زالت البدايات، ما زال من السابق لاول والحكم على تجربه كابتن حسن حسن، ولكن البدايات مبشره. مبشره من حيث ايه؟ مبشره من حيث الحاجات اللي كنا مفتقدينها قبل كده في فترات سابقه، ليس هجوما على اي اشخاص او اي اجهزه فنيه سابقه، كل الاحترام لكل من سبق وانقاذ المنتخب المصري سواء حالفه التوفيق او لم يحالفه، لكن في النهايه ابتدينا نشوف روح مميزه لدى اللعيبه. كنت لسه هقول دي يمكن فارقه وكانت باينه جدا. فكره كمان المصريين عامه، يعني في فتره من فترات كنت تلاقي اهلاويه وزملكاويه مع وضد كابتن حسام زي اي مشجعين، لكن عندما اصبح مدرب منتخب مصري في حاله اجماع ورضا وقبول ان هو مدرب منتخب مصر. صحيح، يمكن دي نقطه مهمه، وخليني اقول لحضرتك برضو كابتن حسام بخبراته التدريبيه مع كتير من الانديه قدر ان هو يحقق انجازات، يمكن يعني مش شرط الانجاز ان هو الفوز ببطوله او الفوز بلقب، لكن الانديه اللي دربها زي المصري، الاتحاد السكندري، المقصه، الاسماعيلي، كتير من الانديه الحقيقه كان يعني النتائج كانت خير شاهد على ما حققه التوأم حسن. يمكن النادي المصري تحديدا والوصول لنصف نهائي بطوله الكونفدراليه والوصول لنهائي كاس مصر وخوض مباراه كاس السوبر، كل دي امور يعني تذكر في تاريخ كابتن حسام حسن، وعليه اجماع كبير الحقيقه من الجماهير سواء مشجعي الاهلي او مشجعي الزمالك، وهما الفئتين الاكبر في بين مشجعي الكره المصريه، لان ببساطه هو حقق تاريخ مع الناديين، حقق تاريخ مع النادي الاهلي تاريخ لا يمحى، ايضا تاريخ كبير مع النادي الزمالك بطولات عديده في السنوات الاربعه اللي ابتدى فيهم الخميس الاخير. فبالتالي تطورات اصابه امام عاشور يا فندم، حابه اطمن عليه واخر التشخيصات اللي عن اصابته كانت ايه؟ هي يمكن دي بس الحاجه السلبيه الوحيده اللي كانت في اليوم الجميل امس الاصابه، كنا نتمنى نخرج بسلام، ولكن يعني وارد حدوث الاصابات طبعا في كره القدم. نتمنى اتمنى تكون اصابه بسيطه يعني، بس انا عارفه انها خلع في الكتف. هي عباره عن يعني خلع في الكتف او اصابه ما بين الكتف وعظمه الترقوه، فبالتالي كان ضروري جدا ان عمل الاشعاع والفحوصات اللازمه عقب هيدخل عمليات بكره. بالظبط.
تحديد الجراحه، وبالفعل يعني يسير الجهاز الطبي للنادي الاهلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، بحيث ان هو يتم عمل اللازم اللي ان شاء الله يعني تكون ناجحه ويعود للملاعب سريعا. امام موهبه كبيره، موهبه مميزه في الملاعب المصريه، سواء فترة لعبه مع الزمالك، سواء فترة لعبه مع النادي الاهلي حاليا، وايضا اضافه كبيره للمنتخب. نتمنى عودته سريعا لان عندنا تحديات قادمه، عندنا مباريات مهمه في تصفيات كاس العالم في شهر يونيو المقبل باذن الله. هل تتوقع ان يحدث تاثير في الفتره الصغيره دي كابتن حسام في المنتخب، في اداء المنتخب؟ هو طبعا ما نقدرش نقول تقييم تمام، ولكن في النهايه يعني نقدر نقول ده مؤثر من حيث زي ما قلت لحضرتك ان الفتوح جديده، في اللعيبه عندها اصرار على انها تقدم افضل ما عندها. الجانب البدني ايضا رغم ضيق الوقت اللي قاد فيه حسام حسن التجمع للمنتخب الوطني، ولكن في النهايه بنشوف شكل افضل للمنتخب وتماسك من اللعيبه رغم الضغط الكبير اللي كان عامله منتخب نيوزيلندا في كثير من دعوات المباراه، ولكن في النهايه هي مبشره. نتمنى ان تسير على هذا النهج، وان شاء الله سواء تاهل منتخب كرواتيا او منتخب تونس اللي بتقابلها حاليا. طيب نتمنى ان شاء الله نشوف كمان مستوى اكبر، لانه احتكاك قوي جدا بالنسبه للمنتخب المصري في المرحله القادمه. اللاعب احمد رفعت والتقدم الحمد لله في حالته الصحيه بعد يعني كان وضع طبي كان يقال عنه انه شبه مستحيل، يمكن ربنا سلم وشفى. عايزه اطمن عليه، انا عرفت ان هو طلع اوضه عاديه بعد ما كان في العنايه المركزه، وهو لاعب فيوتشر بعد اصابته او اغمى عليه وكان بيلعب في الماتش. صحيح، يمكن الاصابه اللي تعرض ليها احمد رفعت يعني كان خلعت قلوبنا جميعا، لانه من اللاعبين المميزين. اي لاعب طبعا تعرض لهذا الموقف اكيد هنبقى في حاله تعاطف كبيره معاه، ونتمنى له الشفاء. طبعا الايام اللي فاتت او منذ يومين تحديدا كان في انباء ساره بخصوص احمد رفعت، وانه بدا يستعيد وقته، تم عزله عن اجهزه التنفس الصناعي وبيتنفس بشكل طبيعي. كل دي امور مبشره جدا. هل تحدث مع حد مع اسرته؟ هل ابتدى يعني يبقى فيه كلام بسيط كده مع اسرته؟ بالظبط يعني طبعا مجرد استرجاع الوعي ده شيء عظيم، يعني خلاص كده الخطوره ان شاء طبعًا الله طبعا خطوه كبيره جدا. ومن هنا بشكر من خلال برنامج حضرتك بشكر كل الجهود الطبيه اللي بذلت من اجل ان من الشفاء حاله افضل من ذي قبل، فبالتالي كل دي امور الحقيقه تطمن على الاقل اهله وكل محبيه وكل اللي كانوا شافوا المشهد وسقوطه بشكل مؤثر الحقيقه في ملعب مباراه فريق مودرن فيوتشر امام الاتحاد السكندري في الدوري. كل دي يعني امور خلتنا ان احنا نتابع حالته بشغف كبير جدا، نتمنى له السلامه. طبعا حالته كانت افضل كتير، ولكن طبعا في متابعه طبيه ورعايه صحيه دقيقه يعني بتتم على مدار الساعه. ربنا يكمل له الشفاء بجد، لان اكيد كل مصر كانت بتدعي له، يعني حد بيعمل دوره بيلعب بيحاول يسعد المشجعين بتوعه. اكيد كان موقف صعب جدا فكره انه يقع في الملعب، مجرد انه يقع ما فيش اي تفاصيل عن اي اصابه او اي شيء، ولكن فقد الوعي بشكل كبير ولسه الحمد لله راجع وبقى زي الفل الايام الماضيه. اتمنى له كل السلامه ان شاء الله. شكرا استاذ امير نبيل الناقد الرياضي.